مشاهدي قناة شوف تيفي أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. بعد اللايف شوف تيفي كما شفتوا معنا بلي أننا صورنا مع ديك السيدة اللي تعدات عليها جارتها بسبب مليون ديال السلف وصرملاتها بزيزوار. يعني الأمن مشكورين أكيد، دخلوا على خطط الواقع هذه واعتقلوا ديك الشابة اللي تكرفسات على جارتها واللي تعداش عليها بزيزوار البارح مع 6 الصباح، اللي خلات ليها يديها كلها محلولة، كتافها كله محلول، واحد 35 غرزة. فهاد الأثناء هادي البوليس اعتقل هاد الشابة هادي وتم التوقيف ديالها، وحاليا هما في الدائرة ديال مولاي يوسف. يعني قضية اللي كبيرة وصلت بإيدي الأمن، وهذا الشيء اللي ما كيسمحش به الأمن يوقع، أن شخص يتعدى على شخص آخر بالسلاح الأبيض ولا بشي حاجة اللي حادة فكيتعرض للعقوبة بطبيعة الحال. كل اي واحد حاول يطبق السلطه ديالو لانه حاول يطغى لانه يدير شي تصرفات اللي ما كيسمحش بها القانون، فاكيد انه غادي يوقف في الحين. وهذا الشيء اللي وقع لهذه الشابه هذه اللي تعدات على جارتها بسبب مليون ديال السلف. يعني المشكل شنو وقع، وان هاد الشابه هادي كانت مجاوره مع واحد السيده اللي كبيره في العمر واللي عندها جوج وليدات وهي ارمله. هاد الشابه كانت سلفات مليون 10000 درهم من عند جارتها، ومن بعد ملي جارتها طالبات بالفلوس ديالها، فهاد الشابه هادي حسب اقوال ديال السيده الجاره اللي صورنا معها قبيله ما بقاتش بغات ترجع ليها الفلوس. من تماك بدات ديك الحساسيه، بداو المناوشات. هذيك الشابه تحولات من المنطقه اللي كانوا ساكنين فيها في الاول، ورغم ذلك بقات كتجي باش تخاصم كل مره مع ديك المراه الكبيره. والبارح مع 6 الصباح السيده معلمه بها خارجه لوح ميكا ديال الزبل حاشاكم في الطارو، حتى كتفاجئ باللي دراجه ناريه هي جايه كينكينه فيها الشابه واحد السيد، وضربوا ديك الارمله المراه الكبيره وخلاوها ساقطة على الأرض حتى جات البنت ديالها. يعني القضية حاليا دخل عليها الأمن في الخط، مشكورين رجال الحموشي اللي قاموا واحد الواجب كبير بزاف. يعني عملة أونفا ولاية أونفا اللي قاموا بواحد الواجب كبير، مشكورين اكيد. وهادو هما الامن اللي كنفتخروا به حنا كمواطنين مغاربه، يعني اللي تنقلوا حتى لعين المكان وتم القبض واعتقال على هاد والاعتقال هاد الشابه هادي، وجابوا حاليا الدائره باش يطبقوا معها المسطره القانونيه. يعني مشكورين رجال الامن اللي داروا واحد الواجب انهم مشاو كاملين. حتى لما هادشي اللي كان يوقع اليوم ولا داكشي اللي وقع البارح مع 6 الصباح شي حاجه اللي كبيره بزاف وبشعه. يعني لولا ان السيده ما كالاتش بيديها فكان غيمشي لها وجهها كامل وغتخسر. راه دابا جات الدقه في يديها، مشاكل كبيره وقعات ما بين الجاره والجاره على وديت 10000 درهم. يعني مشكل بسيط كبر، القضيه وصلت دابا عند الامن اللي غادي يدير المسطره القانونيه ولا يطبق المسطره القانونيه على اي واحد دار شي حاجه كتخالف القانون في هاد لافار ولا في هاد القضيه.
اللي حنا حاليا كتواجدوا مولاي يوسف امام الدائره الامنيه. نعاود نذكر المشاهدين الكرام بالمعلومات اللي كاينه. الحمد لله بعد لايف شوف تي في تم الاعتقال ديك الشابه اللي شرملات جارتها بزيزوار البارح مع 6 الصباح، يعني قبيله صورنا مع الضحيه اللي كتعطي العمر ديالها 51 سنه وارمله بجوج وليدات، كان عندها مشاكل مع الجاره الشابه ديالها واللي كانت مسلفها 10000 درهم، وهذيك 10000 درهم ما مرجعتهاش ليها ولاو مشاكل بيناتهم، وهذوك المشاكل تطوروا وكبروا حتى تحولوا الضرب والجرح من طرف واحد اللي هو الشابه اللي البارح قررت انها تعتدي ولا تشرمل جارتها مع 6 الصباح في درب لوبيله بالمدينه القديمه. يعني هادو هما المشاهدين الكرام، كنوصلوا لنهايه البث ديالنا. شكرا لحسن المتابعه ديالكم، نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله مع موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.